هلا وهلا هلا ويا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله كلكم بصحة وعافية. ورجعت وياكم اليوم بفيديو جديد وروتين جديد من روتيناتنا اليومية، ان شاء الله يعجبكم وينال استحسانكم. هنا انا بلشت اول شي، يعني لازم اول شي القهوة حتى واحد شوية صحصح لان ريوق من تريق. فهنا أنا سويت لي فنجان قهوة وبلشت بالأعمال اليومية اللي احنا متعودين عليها. احكوا لي يا بنات، شكو ماكو؟ شخباركم؟ شو مسوين ما مسوين؟ ان شاء الله كلكم مرتاحين وبصحة وعافية. اليوم عندي يعني وياكم كم موضوع او كم سؤال تسألوني اياه، وحبيت اجاوبكم عليهن لان شفت هواية اسئلة يعني بنفس المواضيع، فقدرت خلي اسوي هذا الفيديو واحكي لكم احسن من الكتاب، لان مرات دا ارد على البنات بس مدى ينتبهون عليه، يعني مدى يشوفون الرد مالتي، فقلت بالفيديو يعني احسن. فان شاء الله تابعوا الفيديو وراح انزل كم سؤال اللي هن متكررات وراح اجاوب عليهن، وان شاء الله ما اقصر يعني وياكم. هنا تفضلوا ويانا القهوة. وهنا هاي جانا الخبز، ابو حمود جاب لنا اياه. طبعا انا خبز ما اخبز، كنت قبل اخبز يعني قبل سنتين كنت اخبز، بس اسم الله عليكم شتفي قام يوجعني وبطلت، يعني قمت ما اخبز للبيت. واحنا طبعا عائلة صغيرة فهذا الخبز يكفينا اسبوعين 3 اسابيع، فقال لي علي من يعني بعد تخبزين وهاي لا تخبزين، هو اصلا من البداية يعني ما قابل انا اخبز، بس انا كلش احب الخبز صراحة، يعني كنت يعني انتظر الخبز يخلص على مدة اقوم اخبز، يعني اخذه هيك واهز، بس يلا الحمد لله والشكر على كل حال. هنا هاي الكمية مال الخبز تقريبا جابنا ب 15 ألف، فهذا يكفينا أسبوعين مرات 3 أسابيع، لأن إحنا أكثر شي نعتمد على التمن، ناكل تمن يعني أكثر شي، فالخبز يبقى عندنا الحمد لله. فدائما احنا كل اسبوعين 3 اسابيع نجيب هاي الكمية ونخليها. فاقسمه يعني بكياس، كل صفطة اخليها بكيس على مود من اريد اطلع، يعني سهل علي، يعني حتى مو كلها اطلعها، يعني صفطة صفطة اطلع واخذ من عندها والباقي ارجعه، وحتى لا يلزقها ماتين، لان اذا هو حار ويعني تجيبون صفطة كلش هواية وتحطوها بنفس الشيز يقوم يلزق يعني، فهيجا انا قسمه واخليه هنا بالمجمدة مثل ما تشوفون. طبعا انا المجمدة مالتي صغيرة مو كبيرة، بس الحمد لله يعني مكافيتنا وزايد ما عدنا شي، وان شاء الله من اشتري الثلاجة راح اخذها ثلاجة ومجمدة من هاي العمودية، وهاي اخليها يعني فوق يعني التفريزات، يعني اللحام الزايد لهاي السوالف اخليها، وال ان شاء الله المجمدة اللي راح اشتريها جديدة اخليها يعني جوا ايدي للاستعمال اليومي. وهنا خليت قاصر وزاهي، قلت خلي انظف الميز مال الطعام هو الكراسي، لان صار لي فترة ما منظفته، يتوسخ ويراد لغسل يعني، فانا ما قدرت اغسله برا بالطرمة لان عمالة يشتغلون قبالنا، فنظفته يعني داخل المطبخ، هو ما بي يعني وصاخة وهاي لأن ما عندي جاهل يوسخ ويلزم يعني، بس تراب شي كلش خفيف. فهنا أنا بالسفنجة راح اسحبهن وانظف، طبعا هذيك الرقية زايدة عندي خليتها جوا الميز لان الثلاجة ما تكفي، حاطة واحدة بالثلاجة وواحدة جوا الميز، تخلص اللي بالثلاجة وارد احط هاي مكانها، لان عندي البيت بارد فما تتلف ما عليها شي.
وهذا الميز يعني حتى لو غسلته غسله عادي ما عليه اي شيء، هو الكراسي نوعيته كل الزينة، والكراسي من هاي عظم عاج يعني تتحمل اوزان ثقيلة، كلش حبيته هذا الميز. فهنا أنا بلشت أنشف بيه، وبعدين غسلت الوصلة وهم رجعت نوم مرة ثانية، أخذت لي مسحة بيه. طبعا هو الشغل مالتنا هذا اليوم ما يخلص، بس حبيت يعني أشاركه وياكم. قولوا لي شنو تحبون الفيديو القادم حتى أسوي لكم فيديو، اذا شي يعني ببالكم ويعجبكم فقولوا لي بالتعليقات. هنا انا شوية سرعت لان الفيديو صار كلش طويل، الجلف العالمي عندنا اللي ما يخلص، انا وتجلفين منا وتنطفين منا انا وتجي ترابه منا انا، ايش قد حلو الصير، حتى الفقرات تقوم تعيط. والله العام كلش كلش تعبت، يعني انظف من هنا ثاني يوم الصبح تراب والنوم، شلون تراب؟ فظيع فظيع. طبعا الصوت ماتي شويه مو كلش، فاعذروني عادي تحملوني. فهنا انا كلهن نظفتهن وغسلتهن، العفو يعني مو غسل غسل بالصوندة لا. طبعا هاي الوصلة اللي اشتريتها بالمشتريات الخوليات كلش زينات، شلون عرفت ان زينات؟ لان انا عندي من انظف الكاونتر بخاولي من هاي امهات الالف مع كل العاديات، يعني شلون يصير وبر يذبن وبر على الكاونتر، فكلش مو زينات هذني، لا من مسحت بهن الكاونتر ابد ما ذبن وبر نهائيا، يعني حتى استعملتهن للزجاج للمراية نوعيتهن كل الزينة. فانا يجن خمسة، انا شوفت لكم اياهن بالمشتريات، يجن خمسة بألف اعتقد اخذتهن لو بألف وربع، بس نوعيتهم كل الزينة. قلت مرة ثانية هم مادية من اروح هم اريد اجيب لي فد وجبة وجبتين من عندهن، لان مو دائما واحد يلقى هيك شغلات زينة، مرات يعني ما تلقين، فاستغل الموقف اني واروح اجيب احسن ما يخلصن. وهنا انا هاي الميز الطوارف هم مسحتهن، وهاي شوف اللمعة مالتهن وريحة كلش طيبة صارت. وهنا انا خليت المفرش، وعندي هاي ممالح اما زينة خليتهن لي فوق منظر يعني، وصار بهذا الشكل الحلو. وهنا انا عندي هذا الرف مال ركن القهوة، اما زينة اخذت لي بمسحة بسيطة لان انا يومية يعني انظف، يعني ما بيه هواية أتربة وهاي السوالف، شي كلش بسيط. والله مرات يعني واحد إذا تعبان أو اسم الله عليكم مريض، بس واحد منا يقوم شوية وينظف يعني يحس شوية براحة. يعني ما مخليه بيه شي، بس هاي الأكواب خليتهن انا اللي استعملهن استعمالي اليومي للقهوة، هنا انا امسحهن وارد ارجع كل شي بمكانه. بس اكيد يقولون ام حمودي تش قد تشتغلين، ما ادري انا احب يعني احب انظف واشتغل. هاي عداني ما اريد اصور لكم، بس اذا اريد اصور لكم اشكال روتينات يعني يومية، هذا حملات الشغل ما تخلص عندي، بس اقول اخاف تملون يعني فما اصور كل شيء. العفو.
فهنا أنا الكاونتر همادي أنا أخذت لي مسحبي شغلات يعني بسيطة بس حبيت أشاركها وياكم. صار بهذا الشكل. وهنا أنا عندي الطباخ همادي أنا مسحته مسحة خفيفة. هي الشغلة اللي تضوج اللون الأبيض واللون الأسود شوية يعني يبين بيه الأتربة، بس أنا مشكلتي يعني أحب اللون الأبيض بشكل، فأكثر أغراضي يعني لون أبيض. وهنا أنا صار العصر، قلنا شوية خلنا ناكل العصرية. وأنا ما أحب الشاي وحدة، لازم ويا حليب، فهذا القلاص إلي أبو الحليب. فاحنا مرات اذا اكو كيك يعني نطلع، اذا اكو كعك همادين يعني هل متوفر، مرات بسكيت ومرات لا ماكو حتى عصرونية ماكو حسب يعني. فهنا يعني سويت كيكة انا بوقتها وقلت خلي نسوي عصرونية. ولهنا يا حبايبي خلص الفيديو، اتمنى عجبكم ونال استحسانكم. أنا كلش أحبكم، مع السلامة حبايب.